اهلا وسهلا بكم كل مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في جزء مهم قوي من حلقتنا النهارده، لان احنا دلوقتي هنتكلم عن التعديلات الدستوريه الجاري دلوقتي الاعداد ليها، واللي ان شاء الله هتبدا من يوم السبت والحد والاثنين اللي جايين باذن الله. اعتقد مشاهدينا الكرام ان دستور 2014 مع العمل به وفي خلال طبعا الاختبار اللي هو لكل بنوده اللي احنا عايشناها من خلال ممارستنا للعمل السياسي، للعمل الاقتصادي ايضا كمان، لما هو متعلق بمجلس النواب، بما هو متعلق ايضا كمان بالمجالات التشريعيه المختلفه، عرفنا ان في بعض بنود محتاجه تعديل علشان يبقى في عندنا توازن ما بين وما بين ايضا كمان عمل هذه المؤسسات وانتاجيتها بكفاءه ملائمه عشان تخدم كل متطلبات المجتمع. فبالتالي كان لازم من التعديلات الموجوده اللي احنا بنناقشها دلوقتي على الدستور اللي هو الدستور 2017 عشان يبقى ملبي لاحتياجات العصر. اذا الدستور هو لخدمه المواطنين بتشريعات تلبي الوضع الجديد اللي بيعيشوه المواطنين ذات انفسهم. فبالتالي عندنا بعض النقاط مهمة قوي في أو المرجح إن هيكون عليها طبعا تعديلات دستورية. وإحنا ليه إحنا بنبص لهذا الأمر؟ الأمر كان إيه؟ وإحنا عايزين نحسنه لإيه؟ أو مقاله هيبقى إلى إيه؟ ده هيكون من خلال ضيفنا الكريم طبعا سيطلعنا على هذه الأمور بدقة وبشفافية أيضا كمان متناهية. ضيفنا الدكتور مبروك خير الله الخبير الاقتصادي والحقوقي والمحاضر في الجامعات المصرية. برحب بيك يا فندم، مشرفنا في استوديو الحصاد النهاردة، أهلا وسهلا. أولا احنا عايزين نتكلم عن التعديلات الدستورية. هل حضرتك شايف ان البنود التي تم طرحها للمناقشه والاستفتاء ايضا كمان من خلال جلسات مجلس الشعب، هل هي مهمه ام كان ممكن احنا نمشي بدستور 2014 كما هو وخلاص؟ هو في البدايه قبل ما نتكلم عن التعديلات لازم نعرف يعني ايه دستور. نعم. الدستور هو الشريعه العامه لاي دوله بتشتق منه جميع القوانين. فاي قانون لابد ان يكون موافق للدستور والا يحكم بعدم دستوريته. وفي حال القضاء بعدم دستوريه اي نص قانوني فبيعتبر هو والعدم سواء، فبالتالي ده بيكلف الدول تكلفة طائلة، إصدار قوانين، إصدار تشريعات، قرارات بتؤخذ على هذه القوانين والتشريعات، لما بيحكم بعدم دستوريتها تكلفة عالية جدا على الدولة. وبالتالي لما نيجي نتكلم عن الدستور لابد أن يكون مواكب لظروف كل دولة. لو اتكلمنا عن دستور 2014 اللي مطروح للتعديل النهاردة، طبعا كلنا عارفين الظروف اللي صدر فيها. نعم. ظروف سياسية طبعا مختلفة، مضطربة، عدم استقرار سياسي. كنا عايزين استقرار بأي شكل يظهر للنور بأي صورة من الصور، وبعد كده يمكن تعديله. وبعدين التعديل مش بدعة، يعني الوضع الدستور أو كان القائمين على إعداد دستور 2014 كانوا عارفين أن ده بشكل مؤقت وهيتم تعديله، ولا كانوا بيتهيألهم أن ده الأمثل؟ يعني ممكن ما يكونش في الحسبان أنه وارد تعديل، ولكن الظروف حكمت بالوضع ده، لازم نستقر، لازم في دستور، ولازم في انتخابات، ولازم في رئاسة، ولازم في برلمان عشان نقدر سن القوانين المناسبة لاقتصاد الدولة ودفع عجلة التنمية. نعم. فلما نيجي النهاردة مع الممارسات زي ما حضرتك تفضلتي، لما صدر هذا الدستور وأثناء الممارسة الفعلية بدأت تظهر بعض المشاكل. نعم. يعني على سبيل المثال مدة الرئاسة، على سبيل المثال لا يعقل بحال من الأحوال أن مدة رئيس الدولة تبقى أقل من عضو البرلمان المنتخب. مش منطقي. عضو البرلمان بيقعد قد إيه؟ 5 سنوات. ورئيس الدولة 4 سنوات، ما ينفعش. طب مش لو اتكلمنا عن توازن السلطات، السلطه التشريعيه والسلطه القضائيه والسلطه عضو حتى كمان مجلس المدينه كمان ايضا كمان 5 سنوات، اي عضو مجلس اداره النادي 5 سنوات ورئيس الدوله 4 سنوات، فطبعا مش منطق. مش منطق. فمع الوقت فبتظهر المشاكل اللي محتاجه لتعديلات. لما نيجي نتكلم النهارده في 2019 عن تعديلات دستور 2014، 15 ماده طرحت للتعديل وتم استحداث 9 مواد. يعني مش بس تعديلات، فيه مواد استحدثت. على سبيل المثال الماده الخاصه بمجلس الشيوخ، الغرفه الثانيه للبرلمان. مفيش برلمان في العالم بغرفه واحده تقترح القوانين وتشرع القوانين وتصدر القوانين. طب فين مين الحكماء بقى اللي هيصدروا القوانين او يدلوا ويدلوهم في هذا الامر او تعرض عليهم مثل هذه الامور لاخذ رايهم؟ مفيش. فطبعا ده امر ومطلب حيوي. لما نتكلم عن تمثيل المراه، تمثيل الشباب، تمثيل ذوي الاحتياجات الخاصه، كل ده موجود في المواد المستحدثه. ضمن للمرأة 25% من مقاعد البرلمان بعد ما كانت 5%.
ما كانش فيه 5%، هي كانت هي وحظها بقى في الانتخاب، هي بتترشح زي حد على جميع مقاعد الدوله، جميع مقاعد البرلمان في الدوله، ممكن تيجي وممكن ما تجيش، لكن النهارده اشترط ان يكون على الاقل 25%، ده حد ادنى، ممكن تزيد عن كده، ممكن تفاجئ ان البرلمان 50% سيدات. فكل ده كان وارد في الظروف اللي احنا فيها دي. نعم. الدستور صدر في ظروف سياسيه مضطربه، ثورتين 25 يناير و30 يونيو، كل الامور غير واضحه، فيه يعني ضبابيه، مفيش شفافيه في الامور كلها، كان لازم يصدر دستور باي شكل. نعم. وضع الدستور في هذا التوقيت اجتهدوا قدر استطاعتهم انه يظهر بصوره مثاليه، ولكن في النهايه مفيش كمال في العمل الانساني، الكمال لله وحده. صحيح. تمام. نعم. اما فكره التعديل في حد ذاتها فدي مش بدعه، كل ده ستر العالم تم تعديلها مره ومرات. الناس متخوفه من التعديلات الدستوريه، ان يقول لك هيمد مده الرئاسه وكده، الرئيس قاعد معانا الى ما شاء الله، لا مين قال كده؟ عندنا ماده صريحه، مده الرئاسه 6 سنوات وينتخب لفترتين رئاسيتين فقط لا غير. طب يعني دكتور مبروك، ايه راي حضرتك ان احنا ناخد هذه الاقاويل ونفندها ونقول الصحيح فيها والخاطئ فيها؟ يعني مثلا احنا عندنا اقاويل كتير قوي من ضمنها الاشاعات اللي بيطلقها هنقول ايه، اهل الظلام، مثلا يعني مش عارف ممكن نسميهم ايه، ولكنها ماليه وسائل التواصل الاجتماعي، ماليه مسامعنا في كل حته، هم يجدون هذه الابواق المختلفه، ولهم مستمعين، ولهم يعني ولهم مستمعين، ولكن ده دليل نجاح في حد ذاته. تعلمنا ان الشخص الناجح دائما له اعداء، من ليس له عدو ومن ليس له حاقد ومن ليس له حاسد فهو فاشل. فالعداء دليل نجاح. طيب خلينا نقول بقى جزئيه مثلا مده الرئاسه، وهما بيقولوا ان كده الرئيس قاعد لبعد 2030، ومعرفش هي استنادتهم على ده على ايه الحقيقه، لان كلام هراء الواحد ما بيركزش فيه. فالجزئيه دي حضرتك لو توضحها لنا بقى يا فندم. الماده 140 فقره اولى تحديدا من الدستور المطروح عليه التعديل نصها صريح، سطرين 2: ينتخب رئيس الجمهوريه لمده 6 سنوات ميلاديه تبدا من اليوم التالي لاعلان تنصيبه او لانتهاء مده سلفه، ولا يجوز ان يتولى الرئاسه اكثر من فترتين. كلام نهائي. فترتين فقط، يعني بعد الفترتين ما ينتهوا لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يترشح بأحد من يترشح. تمام. يبقى إذا ما فيش توريث وما فيش امتداد، ولا مجرد المدة ما تنتهي، هو أفرض بس التعديل أفرض مادة واحدة للرئيس الحالي. تمام. هيحتسب 6 سنوات من تاريخ انتخابه في 2017. نعم. أو 2018. تمام. هيستكمل ال6 سنوات ولو الحق في الترشح لمدة واحدة. نعم. مش مدتين كمان، يعني هيكمل دي 6 الموجودة الحالية دي 6، وهيكمل مدة واحدة بعدها، او لو الحق الترشح لمده واحده بعدها. يبقى جه منين 30 بقى؟ عمرنا في حال من الاول حتى لو خد مدتين كاملين لا يمكن يوصل 30. طيب امال ايه الماده الانتقاليه يا فندم اللي هي بتقول انه يحق له ترشح بعد انتهاء المده الثانيه؟ بعد انتهاء المده الثانيه لابد ان يخلفه شخص اخر. لازم يعني يكون في فاصل. آخر. لازم يكون في فاصل في النص، لكن مدتين متتاليتين فقط. ممكن حد يخش مده رئاسيه 6 سنوات وبعد كده يحق له الترشح زي اي مواطن مرة ثالثة بعد انتهاء مدة، زي ما بنشوف كده في دول مختلفة، يمكن ابرزهم مثلا بنيامين نتنياهو، بلاش نضرب، بس يعني هو ده وروسيا ايضا روسيا. كمان النهارده رئيس وزراء، بكره رئيس جمهورية، النهارده رئيس جمهورية، بكره رئيس وزراء، وهكذا. نعم. يخلص المدد بتاعته، حد بيدخل في الفترة الانتقالية دي من حقه، اصبح مواطن عادي من حقه يترشح بعد انتهاء مدة بعد هذا الرئيس المنتخب الجديد. نعم. فبالتالي الفكرة مش فكرة 30، مفيش حد مفيش حاجة اسمها 30، ملهاش أي أساس في النص عندنا. نعم. فهي المادة 140 لما اتكلمت عن مدة رئاسية 6 سنوات ولو الحق الترشح لمدتين فقط. منين 30 بقى؟ طب نحسب حتى لو من النهاردة. 12 سنة على النهاردة مفيش 30. ده كلام مش منطقي. مش منطقي. كلام مش منطقي. منطق. تمام؟ نعم. طيب هناخد بقى بعد كده زيادة التمثيل ودعم الحياة السياسية والتوازن بين جميع أطراف المجتمع. زي ما قلنا في بداية كلامنا أنه حدد نسبة 25% للمرأة. نعم. ده حد أدنى. ممكن تزيد 30 35 40 هي وشطارتها بقى، لكن حد أدنى 25%، ده ما كانش موجود في أي دستور قبل كده. ما تكلمش عن نسب ثابتة غير في فترة من الفترات كتكوتة معينة كده وخلصت راحت لحالها. تمام. يبقى إذا تكلم عن المرأة 25%. نعم. تكلم عن تمثيل الشباب والمصريين بالخارج وذوي الاحتياجات الخاصة لأول مرة يفرض نص لذوي الاحتياجات الخاصة، وكلنا شفنا والأخبط طبعا. شفنا السيد الرئيس في مؤخرا في احتفال ذوي الاحتياجات الخاصة، و يعني المسائل اللي طرحت بشأنهم كان من ضمن الامتيازات اللي حصلوا عليها حقهم في الترشح للبرلمان،
لم تحدث في اي دستور من الدساتير المصريه السابقه. نعم. فدي طفره جديده في الدستور النهارده. احنا كنا بنجاهد على حقهم ال 5% في التوظيف. 5% في التعيين، في التعيين في الوظائف الحكوميه، النهارده لا، اصبح من حقه يترشح للبرلمان ويحصل على مقعد في البرلمان. طب وال 5% زي ما هي 5%؟ 5% التعيين دي ثابته، ممكن تزيد في الفترة، ممكن تزيد في الفتره اللي جايه. تمام. يعني من ضمن برضه الامتيازات، لانه هو مواطن مصري في النهايه يا جماعه، طالما عنده امكانيات ويقدر يشتغل ويقدر يأدي. بس هي تطبق يا دكتور مبروك، لان في ناس كتير ما بتطبقهاش اصلا. دائما افت القوانين التطبيق. نعم. القانون بيبقى نموذجي في وضعه. لكن عند التطبيق بتتدخل بقى الاهواء، بتتدخل الميول، فبيعيب النص. ما فيش حاجه في الدستور الزام تطبيق. هو الدساتير هي الام. بتتفرع منها القوانين. ما فيش دستور بيلزم، لكن يعني بيعد للقانون، بيعد للقانون المختص بوضع الاسس والقوانين والمواد الالزاميه الخاصه بكل قانون على حسب كل حاله. دي شريعه عامه، نقاط رئيسيه، الاستراتيجيه العامه للدوله، من خلالها بتتفرع القوانين اللي هي بتحط النص الالزامي الخاص بها. تمام. طيب كده احنا اتكلمنا عن التمثيل ودعم الحياه السياسيه بالنسبه للمراه، بالنسبه ايضا كمان لذوي الاحتياجات الخاصه، ودي جديده وايضا كمان تماما. ودي مستحدثه ودي حاجه كويسه جدا. وايضا كمان اتكلمنا عن طبعا الاقباط، في جديد في هذا الامر متعلق بالاقباط والتمثيل السياسي والبرلماني؟ لما اتكلم التعديل المطروح او مشروع المشروع التعديل المطروح عن التمثيل، اتكلم ان التمثيل يكون عادل، بمعنى هيتناسب مع حجم التمثيل السكاني. يعني مثلا مناطق اعلى، زي مثلا على سبيل المثال شبرا بتشتهر مثلا بنسبه الاقباط فيها اعلى، فطبيعي عدد الممثلين للاقباط هيكون اعلى. تمثيل عادل حسب عدد السكان في كل منطقه وحسب الانتماء بتاعهم، ولكن في النهايه لازم نعرف ان كلنا في النهايه مصريين. مسلم او قبطي او اي ديانه اخرى، كلنا في النهايه مصريين. طب وكلنا عدد السكان في جمهوريه مصر العربيه ولا في كل منطقه على حده؟ على كل منطقه على حده حسب التمثيل السكاني والجغرافي ليها. فالتوزيع العادل بيعني هذا الامر، او مفهومي انا الخاص بالتوزيع العادل يكون كده، حسب عدد السكان في كل منطقه. فهتتحدد المقاعد على حسب عدد السكان، وبالتالي هيتحدد التمثيل على حسب عدد السكان. مش كده وبس، لما اتكلم في الغرفه الثانيه للبرلمان وهي مجلس الشيوخ، بحد ادنى 180 عضو. تمام. يعين السيد الرئيس ثلث الاعضاء، يعني 60 عضو، و120 منتخبين، ما هو برضه نفس شروط الترشح في مجلس النواب هتبقى نفس شروط الترشح في مجلس الشيوخ، فبالتالي هيكون لهم تمثيل برضه كمراه وكشباب وكاقباط وذوي احتياجات خاصه. استاذ دكتور، احنا نتمنى ان تكون القراءه الجيده لهذا البند ان هو يكون تمثيلهم على حسب عدد السكان بالنسبه لجمهوريه مصر العربيه، لو نسبتهم 25% يبقى 25% في البرلمان، بالتالي هذا الرقم يكون مستقى ايضا او منفذ ايضا على كل قطاع وكل اقليم. يعني نتمنى ان احنا نرجو ذلك، يعني دايما النص زي ما قلت لحضرتك دايما بيكون النص مثالي حال وضعه، لكن التطبيق بيفرز اشياء، يعني نرجو ان يعني تكون عند حسن الظن. نتمنى. يعني هذه قراءات، هذه بالضبط كلها قراءات، ولكن حضرتك زي ما قلت في قراءات ثابته لا تحتاج التأويل. النسب الثابته زي 25% ده حد ادنى ثابت، 180 عضو في المجلس الشيوخ ده ثابت، لكن كلمه فيه. عادله وما الى ذلك التطبيق، عادله او ملائمه للتطبيق اللي هيفرض هذا الامر. نعم. هذا نعم. الامر. طيب اما نيجي نتكلم بقى على مهمه القوات المسلحه، ودي مهمه جدا ونص مستحدث وجميل جدا. وانا هتاكد بس على لفظه في نص الماده. نعم. اللي اتكلمت على الحفاظ على مدنيه الدوله، ده بينفي تماما اي كلام عن عسكره الدوله. القوات المسلحة جهاز تنشئه الدولة، ولا يجوز لأي فرد أو مجموعة أو أيا كان الكيان أن ينشئ قوات مسلحة أو شبه مسلحة، ومهمتها الحفاظ على مقدرات الدولة ومكتسبات الدولة والديمقراطية والدولة المدنية. لازم نركز قوي على كلمة الدولة المدنية، تنفي تماما أي اتجاه نحو عسكرة الدولة. تمام. فده برضو نص مستحدث. من ضمن الحاجات برضو أن مهام القوات المسلحة مش بس الحفاظ على دول، الحفاظ على كل المنشآت أو أي اعتداء يمثل اعتداء على المنشآت العسكرية أو أي منشآت بتحميها القوات المسلحة بصفتها الوظيفية كقوات مسلحة. يعني أي اعتداء يحصل، يعني مثلا في أيام الانتخابات على سبيل المثال، المدارس بتسلم للقوات المسلحة أو الأماكن اللي فيها اللجان بتسلم للقوات المسلحة، فبالتالي بيعهد للقوات المسلحة بحماية هذه المنشآت. أي اعتداء على مثل هذه المنشآت في هذا التوقيت يعتبر في محاكمة عسكرية للمعتدي، رغم أنه شخص مدني. فده برضو من المحاكمات العسكرية، من ضمن الحاجات الاعتداء على المنشآت العسكرية. لأن التوقيت حساس، ولا القوات المسلحة في عهدتها حفاظ هذا المكان؟ هي دي، لأن دي القوات المسلحة في عهدتها الحفاظ على هذا المكان، فبالتالي أي اعتداء على القوات المسلحة ضباط أو أفراد أو منشآت. هو ما كانش ده موجود في الدستور الأول؟ كان موجود بس مش بنص قاطع، أو كان بينتظر إذن من الرئيس.
رئيس الدولة يأمر الجيش بالتدخل. أصل كان الفترة اللي فاتت دي كان في ناس كتير قوي ممكن تحاكم عسكريا، واحنا على فكرة كنا بنسأل ليه بيحصل وما تحكموش عسكريا، بالظبط، وكنا ما كانش عنده نص صريح يحاكم، وما كانش يقدر يتدخل غير بعد إذن رئيس الدولة. رئيس الدولة يأمر القوات المسلحة بالتدخل، تمام. النهاردة لا، بقى عنده نص صريح في الدستور من حقه يتولى زمام الأمور لإقرار الأمن والعدل في الدولة، ما بقاش مستني إذن أو منتظر إذن من الرئاسة بالتدخل. خلاص بقى ده دوره، الحفاظ على هوية الدولة وعلى مقدرات الدولة وعلى ممتلكات الدولة أصبح مهمة من مهمات القوات المسلحة دون احتياج لإذن. والمحاكمات العسكرية في حال اعتداء على المنشآت أو الأفراد أو المؤسسات العسكرية بشكل عام أو المؤسسات اللي يعهد إليها القوات المسلحة بحمايتها يعتبر خاضع للمحاكمات العسكرية. برضو ده له سبب أو له علة، إن المحاكمات العسكرية إلى حد ما بتكون سريعة، عندنا القضاء المدني العادي ده يعني أصلا مكدس طبعا، يعني العدالة البطيئة طبعا ظلم مبين يعني، فله صلاحيات النهاردة طبقا للدستور، ما كانش موجود الكلام ده قبل كده. كان لازم ينتظر الإذن وفي حالات محددة. هو الفرق ما بين يعني المحاكمة العسكرية وما بين المحاكمات المدنية، اولا طول الزمن في حد ذاته، زي احنا ما قلنا ان المحاكمات المدنيه مكدسه بقضايا كتير جدا، فالتاني طبعا القضاء العسكري او المحاكمه العسكريه بتبقى سريعه وناجزه، ولكن ايضا كمان العقوبه بتبقى مغلظه لو اتحاكم عسكريا او لو اتحاكم مدني. هي العقوبه مش هتختلف كثيرا لان التصنيف كجنايه او جنحه او ما شابه ذلك العقوبه واحده، ولكن الفكره في السرعه، فكره في سرعه الانجاز القضايا. يعني النهارده الجنايه مثلا هي الجرائم المعاقبه عليها مثلا بالاشغال الشاقه المؤبده او الاعدام مثلا. طب في جزئيه اخرى، ما نفس الكلام، هي العسكريه زي ان المدني لا، في نقض وفي استئناف وفي استشكال وفي، لكن العسكري لا، في طعن برضه على الاحكام يا فندم، ما هو برضه والله في طعن، بس الفكره الفتره الزمنيه وجيزه بتشكل محاكمات سريعه ومحاكمات عاجله عشان يتحقق عنصر الردع. النهارده انا لما ارتكب جريمه النهارده واقعد 20 سنه في المحكمه، فين الردع؟ الناس نسيت اساسا المشكله اللي انا عملتها، بالعكس ده بتتعاطف مع المجرم حال عقابه النهارده. ايه ده يعدموه؟ هتعدموه بعد 10 سنين او بعد 5 سنين او بعد 7 سنين وقت هو نسي. وحصلت كتير على ارهابيين بالفعل ارهابيين، واحنا عارفين جرائمهم، مع الزمن الناس بدات تتعاطف فبيتعاطف مع المجرم في النهايه. لكن النهارده لما بيرتكب الجريمه النهارده ويحاكم غدا، خلاص الناس عارفه هو عمل ايه امبارح، لسه ما الناس ما لحقتش تنسى. فبالتالي ده بيوفر عنصر الردع. ده كمان مش بس مش هنوصل لمرحلة العقوبة، ده احنا هنمنع الجريمة من الأساس، لأن أنت عارف النهاردة أي اعتداء محاكمة عسكرية للخلف مثلا هتاخد خطوة للخلف. حاجة تانية كمان بقى يا دكتور مهمة قوي، هو إن اللي بيدخل ده أو بيتضبط في أمر إرهابي أو كذا ما بيبقاش لوحده، ما بيبقاش فكرته لوحده، بيبقى وراه خلية كبيرة. فبالتالي لما أنا أكون مخليه هو عايش وعلى قيد الحياة وبصرف على علاجه وقوته ومش عارفة إيه، بسمح للتواصل بشكل أو بآخر، فيبقى في عمليات ممتدة. مجاز العقل المدبر ده هو المخطط لعمليات كتير قوي كانت بره هو جوه السجن. ده حقيقي، مجرد ما بتخلص على راس الافعى خلاص الجسد بينتهي، لكن طول ما هي موجوده سهل جدا يطلع عناصر ده بند مهم قوي. لكن هل هناك جداً مهمات اخرى للقوات المسلحه استحدثت في الفتره اللي جايه دي او طبعاً في الدستور الجديد؟ احنا قلنا حضرتك مهام القوات المسلحه حمايه المنشآت والممتلكات والحفاظ على مدنيه الدوله، ودي باكد عليها للمره المليون، مدنيه الدوله يا جماعه مش عسكر الدوله ولا حاجه، مدنيه الدوله، تدخل بشكل مباشر طبقا للدستور دون انتظار الاذن من الرئيس، الحفاظ على الديمقراطيه، الحفاظ على كل مقدرات الدوله، على كل منشآت الدوله، دي مهام رئيسيه، بخلاف طبعا مهامها الاساسيه وهي الحفاظ على الحدود وما الى ذلك، حدود الدوله ككل. فالنهارده انت دوله مستهدفه من كل الاطياف في الداخل والخارج للاسف الشديد، وشوف الدول كلها حوالينا عامله ازاي النهارده، ليبيا ومؤخرا السودان، وهنا هنقول ايه ولا ايه ولا ايه، وضع حوالينا متأزم يعني. الحمد لله ان احنا لسه موجودين وان شاء الله نفضل موجودين يا رب ان شاء الله. ده من ضمن المهام الاساسيه للقوات المسلحه. نعم. طيب فيما هو متعلق باصلاح نظام الانتخابات، ما هو المقصود باصلاح نظام الانتخابات؟ هو اصلاح نظام الانتخابات زي ما قلنا حضرتك، هي الفكره كلها بس ان احنا بنعيد توزيع الدوائر بشكل عادل، يضمن نسب معينه للاخباط، لذوي الاحتياجات الخاصه، للمراه. مده الانتخاب نفسها 5 سنوات، تمام؟ اعاده التوزيع نفسه ممكن دمج دوائر، ممكن على حسب بقى زي ما قلنا من شويه الكثافه السكانيه لكل منطقه. ممكن يعاد تقسيم الدوائر، نظام الانتخاب نفسه ممكن يبقى بالقائمه او فردي او مشترك، كل ده في النظام الجديد في او المستحدث في الدستور. نظام الانتخاب هيختلف تماما كلا وجزءا.
في التركيبه نفسها، في عدد المقاعد، في التوزيع، في تقسيم الدوائر. في دوائر كانت محرومه تماما، وده برضو كان ظاهر بسبب عدم المشاركه الاساسيه. يعني انا النهارده لما بنتكلم على تعديلات دستوريه وبنقول للناس النهارده انزل وشارك، ليه؟ مش عشان حاجه، عشان تقول انا موجود بصرف النظر عن رايك. انت قول رايك زي ما انت عايز. نعم انت حر، لا انت حر، رايك انت حر فيه، ولكن احنا بنقول انزل وشارك، اظهر على الخريطه بحيث لما اجي اوزع ابقى عارف عندي الكتله الانتخابيه في الدوله هنا في المنطقه الفلانيه وفي المنطقه الفلانيه، اقدر اوزع الدوائر. لكن المنطقه ما بيظهرش منها حد، مش موجوده، ملهاش صوت، ملهاش تمثيل، فبالتالي مش هتحظى بحقها في التمثيل في البرلمان. نعم. طيب تمام. هل هناك جزاء تشريعي او اي حاجه اللي مش هينزل اساسا يشارك؟ والله هو في الانتخابات كلها المفروض ان في عقوبه او غرامه ماليه، ولكن الدستور مش محله وضع عقوبات او غرامات، بيقعد للقوانين المنظمه للعمليه دي بوضع الغرامات. يعني الدستور نصوص عامه بتستقى منها باقي نصوص القوانين، لكن في قانون مباشره الحقوق السياسيه في طبعا غرامه ماليه. تفاعل او لا تفاعل، ده برضو يعني محتاج تشريع ومحتاج نص صريح بتفعيل هذه العقوبات. على العموم يا فندم بنشكرك شكرا جزيلا. دكتور مبروك خير الله، الخبير الاقتصادي وايضا الحقوقي والمحاضر في الجامعات المصريه، شكرا يا فندم لحضرتك. ونتمنى ان شاء الله ان كلنا كمواطنين ننزل ونتفاعل ونشارك، لان انزل بصرف النظر عن راي حضرتك ايه، المهم تنزل وتشارك وتقول انا موجود عشان تاخد حقك في الممارسه السياسيه. والنهارده تبقى ظاهر على الخريطه لما نيجي نوزع دوائر ونقسم دوائر، يبقى انت موجود ولك تمثيل في البرلمان ان شاء الله. نعم تمام، شكرا يا فندم لحضرتك. مشاهدينا الكرام انتظرونا بعد الفاصل ان شاء الله، هنتكلم عن خشونه المفاصل، وهيكون عندنا ضيفنا الدكتور خالد جمال استشاري الطب الرياضي وتاهيل اصابات الملاعب. انتظرونا، موضوعات ومعلومات ايضا كمان مهمه ان شاء الله هنقولها، ولكن بعد الفاصل القصير.